بدأت من ترشيح أستاذ جوزيف السيناريست. كانت دي تاني تجربة ليا معاه، اشتغلت قبل كده معاه في أول فيلم سينما ليا كان الرجل الأخضر، كان برضه تأليفه وكان هو السيناريو والحوار. وبعدين طبعا قابلت أستاذ سيف بما إن هو مخرج هو اللي هيقول أول لا. وبعدين اتكلمنا فهو حاجه كانت ممتعه جدا، تجربه جميله جدا ان الواحد يقابل حد زي الكرو اللي انا اشتغلت معاه، زي دكتور عاطف، حد بيحب الفن من اجل الفن، يعني مش ما عندوش اهداف اخرى، يعني مش فكره ان انا زي ما بنقول كده في اللغه بتاعتنا بنحت او عايز اطلع يعني بزنس من ورا الشغل، لا هو بيدور على ان اولا هو طبعا عنده كرو هو واثق فيه، سواء الاخراج او الكتابه او التصوير، الصوره طبعا اللي طلعت بشكل مبهر جدا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير في السوق اتكلمت عنها، فهو عنده ثقه في الكرو اللي معاه، فبالتالي انتوا عايزين ايه عشان نحقق المطلوب؟ اوكي يلا خدوا ده. مش فكره ان لا نقلل احتياجاتنا عشان خاطر نقلل فلوسنا، لا احنا هو كان بصراحه يعني بيتعامل انتاجيا باللي الفيلم عايزه فنيا، وما كانش بيبخل في اي حاجه خالص، وما اعتقدش كمان انه حتى كان بيتدخل التدخل اللي احنا بنشوفه دلوقتي من المنتجين او اشباه المنتجين اللي عايزين يعني حاجه في دماغهم مثلا صوره يعني قلل الكواليتي شويه طالما ده يقلل الفلوس مثلا. فكانت تجربتي مع منى، كنت بنت دكتور عاطف واشتغلنا مع بعض كتير في اسكندريه، في القاهره، سافرنا لبنان سوا برضه، فكان في لوكيشنز كتيره متنوعه، وكان في طبعا نص الحكايه نفسها يعني مفيش حاجه ما كانش في حاجه، احلى حاجه كانت في وجهه نظري مفيش حاجه عايزين نحطها عشان نعمل بيها حاجه، لا هو جوزيف عامل سياق حكاية معينة، أستاذ سيف عامل صورة برؤية إخراجية ليها علاقة بالمعنى اللي احنا عايزين نوصله باللوكيشنز هو بيتخيلها، فيجي دكتور عاطف ما عندوش مشكلة يدفع لأن هو عايز فن كويس، فتلاقي في الآخر منظومة كده متكاملة، بلس طبعا الأساتذة النجوم اللي أنا اشتغلت معاهم كلهم، ده شيء كان يشرفني وأنا انبسطت جدا بالتجربة وعقبال اللي جاي إن شاء الله مع